هذا سبيد المشهور بحبه لكريستيانو رونالدو بغنيته الشهيرة كريستيانو رونالدو سوي ماي نيم كريستيانو رونالدو هذا كريستيانو رونالدو بعمر العشرين وبمركزه القديم LW بينما عطينا لسبيد RW وحدنا جنسيتهم رح يلعبوا بنفس المنتخب طاقات سبيد رح تكون 79 بينما كريستيانو 80 و21 سنة و16 سنة بما انه كريستيانو رونالدو فسخ عقده مع مانشستر يونايتد فرح نخليه يطلع من مانشستر مع سبيد اللي اصلا راقد ورا رونالدو وين ما كان سبيد ووكل ورح نخلي اللاعبين يتطوروا مع بعض بنفس الفرق كل ما بينتقل لاعب بينتقل اللي بعده فخلينا نروح اول شيء نجيبهم لنوريتش سيتي بتمنى من كل اللي ما مشتركين بالقناة يشتركوا فكرة اسطورية تبت عليها شوف حتى انا اللي عم بتعاقد مع كريستيانو رونالدو خلينا نشوف هذا كريستيانو دون وايضا لا تنسوا كمان تضغطوا على زر لايك نوصلها 92000 لايك لك شوفوا مكتوبة يعني راتب كريستيانو هيا بينا عشاق الدون نعم اذا اول نادي راح ينتقل له كريستيانو وسبيد قبل الاستدعاء للمنتخب البرتغالي هو نوريتش سيتي راح نخليهم ينتقلوا من فريق لفريق وممكن ينتقلوا مانشستر يونايتد راح نشوف كيف السيناريو راح يكون وراح نجرب ايضا سبيد على ارض الميدان فهذا كريستيانو رونالدو وصل لنوريتش سيتي وحاليا راح نتفاوض على الراتب مع سبيد المجنون راح اقعد انا وياه على نفس الطاوله الكبير سبيد خلينا نمزح معه بالراتب نعطيه راتب قليل لنشوف شو راح يحكي هل راح يعيط ويصيح خايف نمزح معه يروح يهرب يلا تعال عند كريستيانو هاي 25000 دولار وتعال العب مع كريستيانو وحقق حلمك يا سبيد وان شاء الله راح نجيب لكم كاس العالم مع البرتغال هو امريكي طبعا ولكن اعطيته البرتغاليه لحتى يلعب مع كريستيانو رونالدو خلينا نشوفه هو وفايت على نادي نوريتش سيتي اكيد شكله بيضحك هلا راح يطلع انه هو كوميدي بشكل مو طبيعي اوه طلع مقصره كثير انا اذا هذا سبيد ولازم نعطيه شوية حب الطول كريستيانو رونالدو اجى ليستقبل سبيد يا رب صورة مصغرة هني عم يسلموا مع بعض خلينا نشوف هذا هو سوي كريستيانو رونالدو حققت له حلمه شوف رونالدو هاي اللقطة اللي بيحلم فيها عن جد سبيد بالحياة انه يتقابل مع كريستيانو اذا لبس الفريق واخذ الامور بجدية اي شو سبيد وان شاء الله رح نعملهم مسيرة خرافية طبعا مثل ما بتعرفوا نوريتش سيتي بالتشامبيونز شيب يعني بالدرجة الثانية الانجليزية فرح نشوف هل كريستيانو وسبيد رح يقدروا ياخذوا نوريتش سيتي للبريمير ليج وبعدين ممكن نخليهم ينتقلوا مانشستر او ننقلهم لفريق بالبريمير ليج اذا فشلت المهمة بنوريتش اذا رونالدو على اليسار سوي على اليمين سبيد وبوكي الخبرة في الامام طبعا ما بننسى خط التطوير وهي نسخة كريستيانو يا جماعة 2015 على ما اعتقد عملت لنا نسخ لصق وضعفت الطاقات لنشوف هلا رح يرجع لنسخته ال 95 ممكن يوصل خط التطور ايضا لسبيد وراح نشوف والله شكله طالع نظامي 100% اذا سبيد مثل ما شايفين فورا وصل لطاقات 80 ومن اجل التنويع ونغير طرز حلقات تطوير لازم نسجل بكل فريق بينتقل له رونالدو وسبيد هدف على الاقل بواحد منهم اما رونالدو او سبيد او الاثنين مع بعض فخلينا نلعب هاي المباراه اعطيكم الملخص ونروح لنهايه الموسم نشوف تطور واحصائيات لاعبين هيا بنا سبيد من البدايه معصب يا جماعه بس شوفوا لي هالواقعيه وهالشكل بدقه ال2K هذا سبيد وشكله 100% ظابط يا جماعه اوه معصب من البدايه كريستيانو رونالدو يلا سبيد اصنع له هدف لكريستيانو سبيد صنعها رونالدو سبيد كريستيانو رونالدو سوي يلا احتفل 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 لا والله بس الاحتفال رونالدو يا سبيد وين كان لازم نخليه يحتفل بالسي بس ما احتفل اذا شوف الصناعة كريستيانو عادت وحققنا المهمة باول نادي فلننطلق لنهاية الموسم اذا الموسم انتهى وشكله نوريتش سيتي لعب بلاي اوف لحتى يطلع للبريمير ليج ولا لا خلينا نشوف هل طلع ولا لا ومع الاسف خسر المباراة الفاصلة مع شيفيلد يونايتد اذا سبيد سجل 32 هدف وصار 11 صناعة وصار 83 ريد بينما رونالدو وصل 85 ريد سجل 27 وصنع 11 سبيد سجل اكثر من كريستيانو رسميا اذا هداف في الشامبيونز شيب سبيد على بعد هدف كامل متصدر بعده رونالدو ورا بعض تمام بينما افضل صانع العاب هو كريستيانو رونالدو ب 11 اذا ببدايه الموسم الجديد راح نضيف رونالدو وسبيد على قائمه الانتقالات واول عرض بيجيهم راح ننتقل اذا عجبنا طبعا اذا كان منطق غير كمان غير مانشستر ممنوع انه يروح على مانشستر اذا هو العرض جانا من باريس سان جيرمان
مكان لكريستيانو رونالدو 136 مليون. مشكلة ما في مكان هناك، بس راح نفتح لهم مكان لا تخاف. إذا كريستيانو رونالدو وصل لباريس سان جيرمان وبانتظار سبيت يجي كمان ويستقبلوا كريستيانو ونروح إن شاء الله خليهم ينتخبوا من مانشستر بباريس. نعم أنا وصلت قبل رونالدو، أنا لأنه دائما مع كريستيانو ومع سبيت صورة مع الملك والزعيم الدون، وهنا من التدريبات وانتظار سبيد. اذا سبيد وصل ورا رونالدو عم يدور وير از رونالدو، كريستيانو رونالدو عم يقول له بدي كريستيانو رونالدو، هل اجى لعندكم؟ هو هرب مني من نوريتش ولا حاليا لاحقه. سمايلو يستقبل سبيد وعم يقول له راح ارجع لك، راح ابعتك عند كريستيانو. خلينا نشوف هل فعلا كريستيانو راح يستقبله ولا نيمار او ميسي، لنشوف ما بنعرف صراحه. هو نجوم الفريق بيستقبلوا، فخلينا نشوف رفع الرقم اذا سبيد ولبس عم يطلع جنبي شكله بيضحك. اذا خطط تطوير بباريس سان جيرمان كريستيانو رونالدو تطور مستمر، خليه بقدم ضعيف تصير 5 مهارة، بينما سبيد محطم الارقام بالدوري الفرنسي قادم. اذا حولت سبيد وكريستيانو لحاسم بالفريق لحتى يلعبوا، بس مشكلة وجود ميسي ونيمار، بما انه الحلقة خاصة عنهم رح نتخلى عن ميسي ونتخلى عن نيمار لانه ما رح يتركوا مكان للاعبين، ما رح يلعبوا، نحن بدنا اياهم يتطوروا. اذا الثلاثي الجديد كيليان مبابي كريستيانو رونالدو وسوي سبيد، نعم بباريس سان جيرمان مع التشكيلة المحترمة هاي اللي شايفينها. اذا نحن بنصف نهائي دوري ابطال اوروبا، حبيت واقف هون. مثل ما بتعرفوا علاقة كريستيانو باتلتيكو كتير دائما متوترة وفي بيناتهم ماضي كبير، رح نحاول نسجل الهدف اللي بدنا نسجله برونالدو وسبيد بهاي المباراة. رح نشوف هل رح يتأهل باريس، وبعدين رح نشوف تطورهم وطاقاتهم. سبيد وصل لطاقات 87 وسجل 19 هدف و5 اسيست، كريستيانو 89 22 هدف و9 اسيست، وحاليا مباراة كبيرة ضد اتلتيكو. رح نلعب الهجمات المهمة فقط لفريقنا لنشوف هل رح تجي هجمات لسبيد ورونالدو. هيا بنا. اذا اعطونا فرصة دقيقة 29 الانطلاقة من سبيد منفرد انفراد تام. هالمرة بدنا احتفال كريستيانو يا سبيد، هالمرة بدنا احتفال كريستيانو يا سبيد. كريستيانو رونالدو يا اخي شكله ما راح يحتفل احتفال رونالدو، احتفل احتفال رونالدو يا اخي، ما عم يحتفلوا، عم بيقصوا دائرة، والله ما بعرف ليش عم يحتفلوا، بس يلا هذا زبط. حلو حلو، خلينا نشوف سوي كريستيانو رونالدو. ما في حدا غيرك بيحتفل احتفال السيارة يا دور يا كبير. الكرة مرت. اذا فجأة انتهت المباراة 3-1 لاتلتيكو مدريد. اذا الموسم انتهى، اخذنا الدوري واخذنا ايضا الكأس وخسرنا بدوري الابطال مع اتلتيكو، مع انه رجع حاول باريس بس ما بمشي الحال. والتطور الاخير لسبيد 87 ريت 23 هدف و6 اسيست، والله جاب كريستيانو بالاهداف. كريستيانو 23 هدف و11 اسيست ريت 90 وصل، هاي لازم يستدعوه مع منتخب البرتغال. يلا 2026 رح نلعب كاس عالم. اذا بنرجع بنعرضهم على البيع، وهذا تقريبا اخر موسم رح يلعبوه قبل ما يبدا كاس العالم لانه قربنا من 2026. اذا رجعنا عرض لسبيد من فيا ريال، والله عروضك سيئه يا سبيد، العروض لا عم تجيك، رح نرفض العرض وننتظر عرض افضل. عرض لكريستيانو من نيوكاسل، فرصتنا انه ننتقل من مانشستر يونايتد، العرض ب 200 مليون رح نقبله ورح نروح بسبيد ايضا لنيوكاسل. عرض ثاني من السبيرز، كمان فرصه اخرى رح نتركه ويروح للنادي اللي بدي اياه، رح نقبل اثنين لانه دائما بيرفضوا احيانا الاول وبيروح علينا الثاني. اذا كريستيانو غادر، وين غادر؟ للسبيرز ولا لا؟ نعم للسبيرز، اذا اختار السبيرز على حساب نيوكاسل. هيا بنا. اذا كريستيانو وسبيد وصلوا لتوتنهام 87 ريت و90، خلينا نشوف خطه التطوير لاخر موسم قبل كاس العالم. والله لسه سبيد بيمشي، خلينا نخليه القدم الضعيف في 5، بينما كريستيانو رونالدو 19 اسبوع 91. اذا حان وقت الانتقام من مانشستر يونايتد بسبيد وكريستيانو رونالدو. هيا بنا لازم نسجل فيهم هدف، بس خلينا نلعب كمان ابرز الاحداث هجوم ودفاع مشان ما يسجلوا علينا هدف. هيا بنا يا رونالدو، خليك تنتقم من اداره مانشستر. مساعدت كريستيانو يا سبيد بالانتقام من مانشستر، راح خليك تطلع من، ما راح خليك تلعب مع كريستيانو مره ثانيه، هلا اشوفه راح ينفجر بعد هذا الكلام. سوي يريد ان يلعب مع رونالدو دائما وابدا، استلام يا سبيد 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 خطيرة. الله اعطونا هجمة ثانية، دقيقة 28 وفرصة أخرى يا كريستيانو يا رونالدو. خلينا نشوف هل راح فعلا ننتقل من مانشستر أو ما راح نقدر نسجل. استلام خطيرة رونالدو من بعيد، ممكن تمويه، تقدم ما زال، التمويه ثاني كريستيانو يا رونالدو، والله حلوة. إذا وهو حتى فيفا بدها ينتقم كريستيانو رونالدو من مانشستر، كرة الانتقام ضربة جزاء
كريستيانو رونالدو وفي كل خطوة يمشي ملكا رونالدو. يا اخي ليش الاحتفال السي ما عم يزبط؟ في غلط. تعال سبيد، تعال تعال حققت حلم سبيد بانه يشوف كريستيانو. اذا الموسم الاخير قبل كاس العالم انتهى، خلينا نشوف قمة الريت اللي وصل له سبيد وكريستيانو رونالدو مع ارقامهم. سبيد اذا 18 هدف و6 اسيست بهذا الموسم وهو 90 ريت، بينما كريستيانو رونالدو 91 ريت 25 هدف و7 اسيست. توتنهام ثالث الدوري الانجليزي وثاني الكاراباو كاب بعد خسارته من مانشستر سيتي بالنهائي. اليوروبا ليج خسر كثير بكير 6-4 من فرايبورغ. اذا واخيرا وصلنا لكاس العالم 2026 فرنسا البرتغال ايسلندا واستراليا. اذا كريستيانو مكان لياو على اليسار، سوي موجود سبيد على اليمين، خلينا نخلي كانسيلو على اليمين ومينديس على اليسار، رونالدو سيلفا مكان نيفيس كاكام. خلينا نشوف هل راح يطلع المنتخب البرتغالي من دور المجموعات، يعني يتأهل. 4-0 مباراة أولى ضد أستراليا، 2-1 خسارة، والثالثة ضد فرنسا لا تقول لي خسارة، هيك رح نطلع من كأس العالم. خلينا نشوف إذا نتأهل. أوه شوف المجموعة، شوف المجموعة، البرتغال 4 فرنسا 4 أيسلندا 4. هاي أول مرة بتاريخ كرة القدم بتاريخ كأس العالم ما بتذكر إنه صارت. إذا صارت اكتبوا لي بالتعليقات. يا أخي ليش تخلوني ألعب ضد البرازيل؟ ده إلا ما يطلعوني الخصم البرازيل، برتغال برازيل إذا بدور 16. يلا بسم الله ضد البرازيل بقيادة ريتشارلسون، مارتينيلي، أنتوني مع البرتغيز رونالدو وسبيد وحلم كاس العالم. والله سبيد تطور كبير من ناحية اليمنى، تمريرة وبداية سريعة. والله لعيب سبيد، لعيب سبيد، متطور سبيد. سوي سوي سبيد واحد على واحد تستدا. شو هذا يا درسون طارق؟ لا خطيرة برازيلية وبرافو الحارس، خطيرة خطيرة ريتشال. الحمد لله مرت. يلا كريستيانو لم يظهر بعد، اعطينا واحدة من مهاراتك يا كريستيانو. واحدة من يسار مينديز سريع جدا، جميلة جميلة، هربة من كريستيانو خلف المدافعين، مينديز خطفها بالراس، هيوها لكريستيانو، حكم ضربة حرة في مكان خطير، كريستيانو بمكان خطير جدا جدا، ممكن يسجلها بمرمى البرازيل. رونالدو دور يا ولد يا ولد، قريبة جدا سعيدين حصل، خطيرة خطيرة، ريتشا ريتشا ريتشا. حلم سبيد ورونالدو بكأس العالم سيتبخر يا برازيل. ريتشارلسون 1-0. يلا كريستيانو رونالدو بين لاعبين، يا ولد يا لعيب، أي مرور أي تقدم. رونالدو ما في لمسة يد، لمسة يد عليهم، إزاحت فرصة. كريستيانو معك سوي، معك سوي بالراس يا سوي، عادت مرة أخرى، عادت مرة أخرى برتغالية. شو عم يصير مع إيدرسون؟ حاسسهم قلتش. أنتوني خطيرة جدا، برافو دفاع، حلوين. كريستيانو رونالدو وسط الميدان بالمهارة يتقدم، يلعب لي برناردو سيلفا. سبيد اسم على مسمى هذا، سبيد سريع جدا، خطيرة. كريستيانو عملنا، كنت مررنا لكريستيانو بس ما راحت، راحت لراموس. 1-1 مباراة البرازيل، هدف ثاني عن طريق أنتوني، خطيرة خطيرة خطيرة، هدف ثالث، قتل المباراة. باي باي حلم كأس العالم يا رونالدو يا سبيد. كريستيانو رونالدو لم ييأس، رونالدو يحاول الدون، الدون لمسة للياو سبيد. يا سبيد إذا انتهت المباراة، سبيد معصب ليه ايديه بجلتش. طيب قولي افكاركم بالتعليقات، اضغطوا على زر الاشتراك اذا وصلتوا لهون، وكمان لا تنسوا تضغطوا على زر لايك، واكتبوا لنا سبيد وسوي.